ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. أهلا بك حسين، وفي البداية ما أبرز ردود الفعل على القرار الأمريكي بإخضاع بنوك روسية تحت طائلة العقوبات واقتراح الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات صينية تتعاون مع موسكو؟ تفضل. نعم، بالفعل موسكو تتوعد بأنها سترد على هذه العقوبات بالمثل، لكن حتى هذه اللحظة موسكو لم تتخذ أي فعل يمكن وصفه على أنه رد على ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من حزم جديدة من العقوبات تجاه المصارف الروسية وخاصة المصارف المعنية بالطاقة الروسي. لكن هذه العقوبات يراها خبراء في الداخل الروسي بأن هدفها الحد من العائدات المالية لروسيا، وخاصة أن موسكو تستفيد بنسبة عالية جدا من تصديرها للنفط وخاصة الغاز إلى الدول الأوروبية. كما أيضا الخبراء يؤكدون على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلال هذه العقوبات أن تبيع أكثر غازها إلى الدول الأوروبية، وخاصة أن هذه العقوبات التي فرضت على الغاز الروسي أو على بنك غاز بروم يؤثر على أسعار الغاز الروسي للدول الأوروبية. وأيضا بعد استهداف خط نورد ستريم 2 ترى موسكو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحرم أوروبا من الغاز الروسي، وخاصة أن هذا الغاز كان هو العامل الأساسي لتطوير الاقتصاد في الدول الأوروبية نسبة إلى رخص سعر الغاز الروسي وسعر الطاقة الروسية التي كانت تصدر إلى الداخل الأوروبي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تبيع الغاز إلى الدول الأوروبية بأسعار مرتفعة مقارنة مع أسعار الغاز الروسي. موسكو ليس لديها سوى عامل واحد أو حل واحد، وهو البحث عن دول أخرى لتصدير الغاز إليها، ولعل هذا أبرز أيضا ما تعمل عليه السلطات الروسية. فالصين على سبيل المثال وأيضا الهند هما أكثر دولتان يستوردان الغاز من روسيا، إضافة أيضا إلى عدة دول في العالم. روسيا ترى بأن العالم ليس فقط الدول الغربية، إنما هناك دول عديدة في هذا العالم يمكن أن تستورد الغاز الروسي. أي بمعنى آخر أن الهدف الأساسي من ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو لحرمان الدول الأوروبية من الغاز الروسي، وذلك لبيع الغاز الأمريكي. والهدف الثاني وهو للحد من العائدات المالية لروسيا، وذلك بسبب أن موسكو أو حسب الرؤية الأمريكية بأن موسكو تتخذ من العائدات المالية الدعم الأساسي لعملياتها العسكرية في أوكرانيا. إذن هي سلسلة في إطار العقوبات التي تفرض على الاقتصاد الروسي، والتي يصفها الخبراء على أنها عقوبات لم تسبق وفرضت على أي دولة في العالم. وعلى الرغم من هذا الحجم من العقوبات، إلا أن السلطات الروسية وعلى ما يبدو استطاعت أن تواجه هذه العقوبات، واستطاعت أيضا أن تتخذ حلولا معينة يمكنها أن تتجنب هذه العقوبات. وأيضا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ليس سوى رفع للسقف، وذلك بالضغط على روسيا أكثر من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات في حال حصلت هذه المفاوضات في وقت لاحق، وذلك أيضا لخفض المطالب الروسية، مما يعني بأن هذه العقوبات أيضا لربما سترتفع وتيرتها أيضا خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة قبل مغادرة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن البيت الأبيض. نعم، إلى أي مدى أيضا يتأثر قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات الجديدة، خاصة وأنها تشمل بنك غازبروم؟ بنك غاز بروم هو البنك الرئيسي للطاقة الروسية، أي أن هذا البنك هو البنك الرئيسي الذي تتعامل معه الدول الخارجية، أي على هذا البنك يتم تحويل عائدات الطاقة الروسية وخاصة الغاز. ولا سيما أيضا بأن موسكو بعد أشهر قليلة من بدء العملية العسكرية اعتبرت بأنها لن تتعامل مع الدول غير الصديقة ببيع الطاقة إلى هذه الدول سوى بالروبل الروسي، وذلك لتعويم الروبل، وخاصة بعد فرض الغرب عقوبات فاقت التوقعات على الاقتصاد وعلى كافة شرائح المجتمع الروسي. بطبيعة الحال هذه العقوبات أثرت على الاقتصاد الروسي. أيضا الحزمة الأخيرة من العقوبات وخاصة على المصارف التي تعنى بالطاقة الروسية أيضا أثرت على الاقتصاد الروسي، لكن حتى هذه اللحظة هذا التأثير ليس بالحجم الذي تتحدث عنه الدول الغربية حتى اللحظة. ونحن في الداخل الروسي نرى ذلك ونلمسه جيدا بأن
هذه العقوبات لم تؤثر بالدرجة أو بالنسبة التي يتم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. السلطات الروسية استطاعت أن تواجه هذه العقوبات، وأيضا ما تقوله موسكو بأنها لديها دول عديدة في العالم، هذه الدول هي دول حليفة لروسيا، ولعل أيضا المنتديات التي عقدت في روسيا وآخرها من منتدى قمة البريكس كان تأكيد على أن مشروع عزل روسيا عن الساحة الدولية وحصارها فشل، وما حصل من مشاركة دولية في ذلك المنتديات وخاصة قمة البريكس هو تأكيد على هذا الشيء. أيضا روسيا تعمل مع الصين، ولعل هذا أيضا الدور الرئيسي الذي دعمت فيه الصين روسيا بالوقوف إلى جانبها وشراء الغاز من روسيا بالعملة اليوان أو الروبل، وذلك لدعم الاقتصاد الروسي وتخفيف من حدة العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي. إذن العقوبات أثرت على الاقتصاد، لكن حجم التأثير هو قليل مقارنة مع الحجم الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية. صحيح، وضحت الصورة. حسين مشيك مراسلنا من موسكو، شكرا لك جزيلا على هذه الإيضاحات.